مشاهدي المصرية، أهلا بكم من جديد. فقرة جديدة وبنواصل فقرات سيدتي الأسرة يوم الثلاث، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة أعتقد اللي بتهم معظم السيدات والفتيات، فقرة التجميل. وبيسعدنا جدا يكون معنا في الاستوديو أستاذ دكتور منير ويليام، كبير جراح التجميل. أهلا بك يا دكتور. أعتقد إن مسألة التجاعيد بقت بتشغل بال يعني الصبايا اللي لسه عندها 20 و22 ومعنية بالحقن وتعمل إيه تحت عينيها وتحقن شفايفها وتحقن خدودها. في البداية التجاعيد نعرفها إزاي للمشاهدين؟ والحقيقة مع مرور الوقت أو مع كبر السن أو مع الإجهاد أيا يكون السبب، اللي بيحصل أن مقدرة الخلايا على الانقسام بتقل، الخلايا العرقية مقدرتها على الانقسام بتقل، النهايات العصبية بتاعت الجسم اللي هي الإحساس واللمس والحرارة والبرودة كلها بيبتدي يقل، المواد الكيميائية اللي موجودة في النهايات العصبية بتبتدي تقل، تبتدي الخلايا تعاني، يحصل تصلب في الشرايين، الأوردة تقل وهكذا. كل دي عوامل بتسارع في ان تبتدي علامات تظهر. علامات دي ممكن تكون موجوده في كل الجسم بصفه عامه او في الوجه بصفه خاصه. نلاقيها ناحيه العين، موجوده حول العين من اعلى او حول العين من اسفل، او ممكن نلاقيها على جانبي الخدين، او ممكن نلاقيها في الرقبه على هيئه لغد، او ممكن نلاقيها في سقوط الخدين وهكذا. بشكل عام للوش. بالظبط. فدي كلها بتبقى عوامل كثيره جدا مساعده ليها، قد يكون السبب عامل وراثي. قد يكون السبب العادات الخاطئة زي التدخين وزي شرب الكحوليات وهكذا. قد يكون السبب ان المريض ده اصيب بمرض سابق زي مرض في الرئة او مرض في الكبد، التهاب رئة او بالهرسي او حاجة زي كده. قد يكون السبب الاجهاد والسهر. الانسان اللي بيشتغل 8 ساعات ويريح باقي اليوم مش زي الانسان اللي بيشتغل 18 ساعة. قد يكون السبب الاضاءة اللي احنا قاعدين فيها، يعني احنا هننتهي بدري يا دكتور، المذيعات والممثلات دول بيتعذبوا. فالحقيقة هي وجود عامل منفعل بيضغط على الجلد بحيث انه يبتدي يعملوا علامات الاسقوط اللي انا بقول عليها. طيب خلينا نسيب الاسباب الوراثيه، ما حدش له يد فيها ومش هيعرف يعدل جينات ابوه وامه واللي ورثه من جدته ومن عمته ومن خالته. خلينا نتكلم عن اسلوب الحياه. ازاي انا كبني ادمه اهو بشتغل تحت الاضاءه، او انا بني ادمه شغلي فيه درجه عاليه من الانفعال او درجه عاليه من التوتر والضغوط النفسيه، ازاي اظبط سيستم حياتي بالاكل، بالنوم، بالرياضه، بايه اكلات معينه، بمكملات غذائيه من خلال الفيتامينات الخارجيه، علشان اقلل ظهور التجاعيد او اخليها يعني تتاخر شويه شويتين على بال ما تظهر على وشي. اذا حددت نفسي كانا بالذات او ولادي او حاجات زي كده، اقول بدايه بالاكل زي ما سيادتك بتقولي. لازم الاكل ده يكون فيه خضروات طازجه. الخضروات الطازجه هي فيها فيتامين ا، فيتامين ا ده المكون الاساسي للجلد. واي خضروات كلما كانت الخضروات دي اكثر خضرارا او اكثر اصفرارا او اكثر احمرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين اللي موجوده عاليه، كل ما كان تكوين الجلد اقوى، كل ما علامات الزمان قلت. ايضا الفاكهه اللي فيها فيتامين ج، فيتامين ج ده هو بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الجلد. كل ما كان الفاكهه كده، وانا طبعا بفضل الفاكهه الطازجه والخضروات الطازجه. ما جيش هقول زي ما سيادتك قلتي المكملات الغذائيه والحاجات دي كلها، انا مش مع الفيتامينات اللي بتتاخد خارجيا. فعلا؟ انا مع التغذيه العاديه الطبيعيه، لان الجسم بياخد منها ما يحتاجه وبيبقى الامتصاص بتاعها اسرع، التاثير بتاعها اقوى وبتكون بطريقه اكبر. بس في ظل حياتنا العصريه والخروج والنزول وعايز تلحق تاخد ساندوتش، فبيبقى الفيتامين اعتقد بيساعد شويه ان احنا مش قادرين نقعد عشان احط بروتين واحط بعديه فاكهه واحط معاه ماده دهنيه، يعني ان احنا ننظم وجباتنا الغذائيه بالشكل الصحي اللي المفروض نعمله. ما بيبقاش الكل قادر في ظل تفاصيل حياته انه يعمله، فالفيتامينات في اللحظه ديت وتدخلها ما بيبقاش فكره حميده. لا لا، انا مش هتفق معاكي ابدا خالص ابدا. لكن هو لو اي خضار اكلتها او اي فاكهه اكلتها تكفي تماما ان كلها تكون فيها الفيتامين وفيها الخضروات وفيتامين الف وجيم ودال وهكذا، بتبقى ماشيه معانا. جميل. مشاهدينا فاصل اعلاني ونواصل اللقاء، فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، بنكمل يا دكتور. فانا مش هتفق في الفيتامينات، انما مش شرط اقول الخضار والفاكهه واللحمه والفراخ والكلام ده كله، لا، يعني اي اكل طبيعي طازج هتلاقي فيه نسبه عاليه جدا من الفيتامينات، ولو عندي شويه ثقافه غذائيه هقدر اساعد الكلام ده. الحاجه الثانيه الاسلوب الرياضي. الاسلوب الرياضي مهم جدا، لان الاسلوب الرياضي بيمنع ترسيب الدهون قليله الكثافه على جدار الاوعيه الدمويه، وبالتالي
انا بحمي جسمي من الجلطات ومن الازمات الصدريه والكلام ده كله. الحاجه الثانيه ان الاسلوب الرياضي ممكن يحرق الدهون. لو عندي دهون زياده في جسمي يحرقها ويستخدمها كمصدر للطاقه، وبالتالي هقدر اكون انسان عندي قوه بطريقه معينه. الحاجه الثالثه، الانسان الرياضي بيخلي حرق الدهون اللي موجود تحت الجلد اكتر من حرق الدهون اللي في العضلات. وده يهمني ان العضلات تبقى قويه يقدر الانسان يمارس نشاطه وهكذا. فالحقيقه هو اسلوب حياه. نرجع لسيادتك للشغل، طبعا طبيعه العمل، نوع المكياج، التعرض للاضاءه، الفترات، الحقيقه كل دي عوامل انا بتهمني كثير جدا علشان اقدر اراعيها. يمكن ده يخليني سيادتك ارجع لكلمه صغيره جدا، ان في فرق كبير جدا بين العمر السني اللي مكتوب في شهاده الميلاد والعمر اللي باين على الجلد، والعمر البيولوجي اللي هو موجود في الجلد. العمر البيولوجي ده ممكن يكون بنسبه مختلفه تماما عن العمر السني. على سبيل المثال لو في سيده مدخنه مثلا بيحصل انهاك لرئتين، هي عمرها 17 20 سنه لكن رئتينها عمرها 40 سنه. هنا لازم نقارن ونشوف ونلاقي العلامات الزمن بتظهر والتجاعيد بتظهر والكلام ده كله. انسان عنده بالهرسيا، هو عنده 30 سنه وجاله بالهرسيا قديمه، بقت البروستات المثانه عنده عمرها 50 60 سنه. فبقى العمر البيولوجي بتاع الوظيفه بتاعت هذه المثانه يفرق كتير عن سنه، هو سنه 30 سنه. وهكذا الانسان الملتزم اللي ماشي مظبوط طول حياته عمره ما بيبقى في فرق بين العمر البيولوجي والعمر السني. لكن لو احنا كان في عنف في استخدامنا لاي جزء من جسمنا بالظبط بيرجع يبقى في فرق كبير بين العمر السني والعمر البيولوجي. طيب معانا ناديه على التليفون. الو يا ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا ناديه. لو سمحت انا عندي التجاعيد تحت عينيا. عندك كام سنه؟ 20. كام؟ 20. 20 وعندك تجاعيد تحت عينيكي؟ فهي مش وراثه، فانا مش عارفه اعمل لها ايه، مش راضيه تمشي خالص. طيب اوكي يا ناديه. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هي الشمس بتضر ليها اثر على البشره؟ بتضر البشره؟ الشمس وتاثيرها على البشره. عينينا الاثنين يا ناديه. ماشي شكرا. تحت امرك. عندها 20 سنه ومش عوامل وراثيه وحاسه بتجاعيد شديده تحت عينيها هو طبعا بنرجع لمجموعه عوامل، هتلاقيها التغذيه بتاعتها غير سليمه، السهر، اسلوب حياتها، ايضا التغذيه دي مهمه جدا هنا، ما فيش اسلوب رياضي. لو رجعنا للشمس وتاثيرها على بشرتنا، الحقيقه الشمس ليها تاثيرات كثيره جدا على البشره. في تاثير مباشر زي حروق الشمس، ان بيحصل حرق معين من الشمس، او زي حصول بقع معينه في الجلد. وفي تاثير على المدى البعيد، على سبيل المثال ان هو ممكن العجز، العجز تاثير مباشر من اثر الشمس ده على المدى البعيد. ده مش كده وبس، ده في بعض الحالات بتتحول الى اورام. على سبيل المثال في اورام اليدين في منطقه معينه من ظهر اليد، او في منطقه معينه من الوجه بيحصل نوع من الاورام الشديد للشمس مده طويله من غير ما يحطوا كريمات الحمايه. يعني كريمات الحمايه اللي بنسمع اعلاناتها، الكلام ده فعال يا دكتور ولا مجرد يعني ترويج لمنتجات للتجميل وخلاص؟ هرجع اقول كلمتين، يعني ما اجيش فلاح في الغيط واقول له حط كريم حمايه لان هو مش هيمشي مع الكلام، تفضل بس سيادتك ازاي. انما اقول الاعتدال في المعامله، التغذيه المناسبه موجوده. انما كريمات الحمايه كويس جدا ان احنا بنتكلم على الموضوع ده. الحقيقه كريم الحمايه مهم، ولكن انا عايز اقول واحذر من سوء استعمال كريم الحمايه. مش على طول ما انا ماشي استخدم كريم الحمايه ابدا. ايه بقى الطريقه المثلى للتعامل؟ اولا بالزبط. المعامل الحمايه اللي مش عارفه 190 و60، كل واحد يختار درجه المعامل على اساس ايه الاول؟ سيادتك لان هذا الكلام فيه خطا دلوقتي طبيا على مستوى العالم. ما فيش حاجه غير اسمها 50 و60 و90 دلوقتي. في 50 بلس اللي هو اكتر من 50 واقل من 50. طيب استاذنك ناخد اتصال بس من فرنسا عشان بقى لها مده على الخط ونستكمل. دلال من فرنسا. الو. الو. ايوه يا دلال اتفضلي. الو. ايوه يا دلال احنا سامعين. ايوه لو سمحتي. ايوه لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي. لو سمحتي عايزه اسال الدكتور عن جهاز البخار اللي هو للبشره، الجهاز اللي احنا بنحط فيه المواد الطبيعيه ونعمله بخار للبشره، هل جيد للبشره والمفروض مدته كام وكم مره بنستخدمه في الاسبوع؟ ولو سمحت عايزه وصفه طبيعيه لنوع الصمره اللي هي في البشره. اوكي عندك اسئله تانية يا دلال؟ لا متشكرة قوي. شاكرين اتصالك. مع السلامة. جهاز البخار ومعدل استخدامه واضافه للميه اللي بتبقى في جهاز البخار، بعض المواد الطبيعيه اللي تخرج على المسام من خلال غليان الميه في الجهاز. بصي احنا مش ضد استخدام البخار، ولكن ضد استخدام المواد اللي بتتحط على البخار. ليه؟ المواد دي اولا مواد طياره، مواد نفاذه، ممكن تعمل احتكاك مع الجلد، ممكن تدي بقع على المدى البعيد. ممكن انسان يجي لي عنده ارتكاريا في جسمه من استخدام هذه المواد الطياره على البخار، يبقى يجي يقول له يبقى مثلا عنده ارتكاريا رجله او ايده، وبعدين نقول له السبب ان انت استخدمت حمام بخار على الوش، يقول دي بعيد ودي بعيد. لا الجسم حته واحده،
وبعدين ممكن هذه العلامات، علامات الارتكارية او الحاجات دي كلها ما تظهرش مرة واحدة، ده ممكن تظهر بعد عدة مرات من الاستعمال. يعني تقول مثلا انا ليا سنة بستخدم بخار على المية وبحط الياسمين او بحط الورد ففجأة دي ظهرت، نقول لها ارتبطت، لان الجسم عبارة عن ايه؟ جسم ما بيديش شكوى من اول مرة الا اذا كانت شكوى عنيفة، ولكن الجسم بتبتدي تتكون اجسام مضادة معينة عند لحظة معينة ووقت معين بتبان، ما بيقدرش بقى يبتدي تبان العلامات بتاعتها. فأنا أولا أنصح إذا كنا بنستخدم جهاز البخار، نعرف في ناس بتستخدمه يوم أو يوم لا ومرتين في الأسبوع الكلام ده أبدا، أنا أنصح استخدام جهاز البخار فقط مرة كل شهر من أجل إزالة المادة الكيراتينية الموجودة في البشرة. ويتعلموا كمان يا دكتور إزاي يقفلوا المسام، يعني بنفتح المسام وخلاص يقوموا خارجين على كده ويتصورون إن هم نظفوا وشهم وخلصت، إزاي يقفل المسام بعد ما فتحها علشان يقدر يعيش بعد كده عادي، ما تبقاش المسام مفتوحة تستقبل أي حاجة مش كويسة من الجو. ما ده يرجع للعنف في استخدام هذه الطريقة، عشان كده أنا ببعدها ليه؟ لأن أنا لازم أحافظ على المادة الكيراتينية اللي ربنا خليها بتحمي بشرتي. انا لو كل يوم هشيلها او كل يومين او مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع هشيلها، هتكون نتيجة ان الجلد ده هيبقى عريان مكشوف. الجلد ده اكبر جزء في جسم الانسان، ده مساحته 2 متر مربع، فلو سيادتك بتشيلي من الجلد ده اي ميكروب داخل هيدخل. عشان كده احنا ابتدينا نشوف حالات تانية في الوش ما كناش بنشوفها قبل كده من التقدم المدنية والكلام اللي بيحصل دلوقتي، ده بيكون نتيجته ان الجلد مكشوف، ميكروب بيدخل، فطر بيدخل، اعمال تانية بنشوف، ارتكاريا كتيرة بنشوف، اكزيمات كتيرة بنشوف، التهابات في الجلد والبوع، واحده تقول يعني انا ما كانش عندي حقوق خالص. لنا امراض من اللي كانت زمان نقول مرتبطه مثلا بعدم النظافه الشخصيه من الجو، من ان احنا بنحاول نعمل حاجات صح ومتصورين انها صح. بالظبط، شكوى شائعه جدا بنشوف ان واحده تيجي تقول لك انا ما تطلعليش حبوب خالص، فجاه ابتدى السنتين دول يطلع لي حبوب كتيره. وتلاقي اسلوبها اتغير مع بشرتها، كانت سايبه بشرتها والالتزام البسيط بالمعامله مع البشره، وفجاه بقت بتستخدم الحاجات اللي بيتقال عنها انها حديثه وكلام زي كده. انا ضد هذا الكلام، نرجع لطبيعتنا، نرجع لاصلنا. انا اشوف جدتي واشوف جدتك هتلاقي عمرها ما اشتكت من مشكله في البشره لانها كانت بتتعامل معها بهدوء، انما العنف والبخار الجديد والاحتكاك والرمل والكريمات والكلام ده كله، وكل ما المدنيه بتزيد كل ما مشاكلنا بتزيد، وكل ما بنبعد عن الفطره والطبيعه مشاكلنا ايضا بتزيد. معانا هبه من القاهره. الو يا هبه. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عندي 28 سنه، بس عندي 28 سنه، عندي خطوط حوالين الرقبه. لا استني 28 سنه وعندها خطوط في عينها. اوكي، خطوط حوالين الرقبه صح؟ أيوة. صح كده، كملي. الخطوط اللي انا بتغمق كل ما ده ما بتزيد، يعني كان في خطين مثلا بقت 3 4 خطوط دلوقتي. أوكي. وفي بقع، عندي بقع من الشمس حوالين العين كده وعند مناخيري، فكل ما بروح مصيف وحاجه بحس ان هي بتزيد اكتر، بحط كريمات اللي هي ضد الشمس وكل حاجه، بس بحس برضه برجع من المصيف بلاقيها زايده برضه، فعايزه اعرف هل اعمل لها ماسكات ولا اعمل لها في حاجه طبيعيه احطها، والخطوط دي هل من النوم الغلط ولا من لبس مثلا السلاسل ولا ايه؟ ما ينفعش طيب، ميرسي على اتصالك يا هبه. الحقيقه انا سعيد بالسؤال ده. 28 سنه وتجاعيد. انا سعيد. لا انا سعيد بالسؤال ده لان هي بتتكلم عن البقع، وسيادتك لسه سالاني سؤال عن استخدام عوازل الشمس. انا كنت لسه بقول تحذير ان استخدام عوازل الشمس عمال على بطال ليه خطوره. خطورته ايه؟ اولا انت بتمنعي الكالسيوم او فيتامين دي انه يتكون تحت الجلد، بتمنعيه خلاص، انت بتحطي طبقه بتمنعيه. الحاجه الثانيه انت بتسرعي من اظهار علامات الزمن. الحاجة الثالثة وهي المصيبة الأكبر، إنك أنت لما بتستخدمي عوازل الشمس بتكون النتيجة إنك أنت مع استخدام هذه العوازل أنت محتاجة تستخدميها طول عمرك. اليوم اللي هتبطلي بالظبط، اليوم اللي هتبطلي هتحصل بقع. هي بتقول كده، هي بتقول أنا استخدمت أنواع واقية للشمس كميات كبيرة ومع ذلك في خطوط بالعرض ابتدت تظهر في الرقبة وبقع وكلام ده كله. حوالين مناخيرها وتحت عينيها. ده من سوء استخدام عوازل الشمس. دي تاخد علاج، والشرط الأساسي في العلاج تتوقف البعد عن استخدام عوازل الشمس. هنا الحقيقة ده مهم جدا. امتى استخدم عوازل؟ لا والإعلانات يا دكتور كل 4 ساعات تحطيه، يعني تفضل الست طول الوقت. لا ما أنا بقول لسيادتك هم الثلاثي معروف ده اللي هو العجز نقص الفيتامين د والكالسيوم والحاجات دي كلها وتكوين البقع، دول ثلاثي مرتبط تماما بسوء استخدام عوازل الشمس. لازم انا امتى استخدم عوازل الشمس؟ استخدم عوازل الشمس لو انا ساكن في القاهره وطلعت مصيف استخدمه مطلوب، او انا لو ساكن في منطقه معينه مدينه نصر وطلعت مشوار حلوان خلاص انا غيرت اللوكيشن بتاعي. انما انا من البيت للتلفزيون للبيت ورايحه جايه في حته محدوده انا مش محتاج استخدم عوازل الشمس. وانا ما اقدرش اقول الجو الحر. الحقيقه احنا بنقسم البشره لست درجات. في درجه اللي احنا في الشرق الاوسط 3 و4، 3 البشره اللي هي الزيول العيون العسليه و4 القمحيه.
عمر انسان ما هيغير اربعه تبقى ثلاثه ولا ثلاثه تبقى اربعه ولا واحده كانت امحيه تبقى بيضه درجه واحد ولا واحد درجه واحد هيبقى زنجي درجه سته ابدا. ربنا خالق كل انسان ليه درجه نوع من الجلد، عمري ما هغير هذه الدرجه. وعشان كده لازم نكون احنا مقتنعين مفيش حاجه اسمها تتكون بقع، البقع هتتكون في 28 يوم هتتصلح. عشان كده الحقيقه فرصه كبيره جدا ان احنا نتكلم عوازل الشمس، الاعتدال في استخدامها، والا الثلاثي اللي بقول لك عليه عجز بقع وبعدين تجاعيد، الثلاثه بيتكونوا مع بعض، فيتامين د بيتكسر، الست تكبر تقع تتكسر تيجي، الكلام ده كله ده من سوء استخدام العوازل انا وصغير. طيب معانا فوسي. الو يا فوسي. ايوه معانا فوسي. الو يا فوسي. الو نوطي بس التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا فوسي بعد اذنك. طب يلا يا حبيبتي اتفضلي سؤالك. طب ايه؟ انا عندي 17 سنه. عندي 17 سنه. عندك 17 سنه ها؟ في حبوب في وشي برضه. سامعانا برضه من التلفزيون يا فوسي. هي حبوب موجوده في الشارع. عندك حبوب اللي هو حب الشباب؟ موجوده طول الوقت يعني مش مرتبطه مثلا بميعاد الدوره الشهريه ولا حاجه، طول الوقت وشك فيه حبوب. هو الحقيقه معروفه. سمعنا مرتين. الحبوب يعني هي معروفه الحبوب بصفه عامه. التغير الهرموني اللي بيحصل في جسمها، العادات المعينه من نوع معين من الاكل، الالتهابات البكتيريا بالبكتيريا اللاهوائيه بتحصل، كل دي مجموعه عوامل لو دخلت مع بعضها تقدر تغير التاثير اللي موجود. وده هيجرنا طبعا اللي هي الاسلوب الامثل بالنسبه لعلاج هذه الحبوب من ناحيه النظافه بالبشره ومن ناحيه استخدام المضاد الحيوي المباشر المناسب او استخدام الكريمات واللوسيونات المناسبه. دي كلها حاجات بسيطه لكن هي المفروض تعتني ببشرتها. والا والنصيحه الاساسيه الحقيقه كويس انها سالت السؤال ده، احنا بنشوف ان دايما يلعبوا في وشهم والمصيبه الكبيره هي اللعب في الوش. عايزه تشيل الحبايه وتمسكها وتضغط عليها تفضيها من الدهون او حاجه، بتحصل كارثتين. الكارثه الاولى بقعه بتتكون، الكارثه الثانيه بتبقى حفره ما بتتصلحش، بتسيب اثر بقى. بالظبط، لا الطب بيصلحها ولا حاجه بتصلحها، بتكون هي السبب. فالحقيقه دايما انصح بعدم اللعب، نستشير طبيب وما نلعبش ببشر. جميل. الحقيقه احنا كان معانا العديد من النقاط اللي محتاجه توضيح، لكن يعني للحوار بقيه زي ما بيقولوا. نلتقي بحضرتك تاني باذن الله، بنشكرك جدا على لقائك معانا النهارده. شكرا. نلتقي بقى الورشه فنيه للاطفال، العلاقه بين الام والطفل، ازاي الام ممكن تخلق علاقه جيده جدا وشديده الايجابيه تقدر من خلالها تاثر على كل حاجه في تكوين ابنها من خلال الابداع من خلال الفن. تعالوا نشوف العلاقه بين الام والطفل ونرجع مره تانيه على شاشه الفضائيه.